مطالبهم ويبحثون عن الدعم. فأنا أقصد أنه كانت مطالب الحوثيين في البداية بسيطة ومتواضعة، كانوا يريدون أن يدرسوا مذهبهم في مدينتهم، وكانت مطالب بسيطة، وأعتقد أن لا ضرر في تطبيقها. بعدما كبرت الخلافات واتسعت الشقاقات صاروا الآن أشبه بدولة كما قلت، ويحلمون بالاستيلاء على اليمن كلها. الحراكيين كانوا يبحثون عن مطالب بسيطة، الآن تحولوا إلى فك الارتباط، يعني يطالبون بالانفصال، وهناك تيار قوي ومتفاعل في الجنوب يتحدث عن فك الارتباط. فأنا قصدي كيف تحاور من يطالب بالانفصال؟ إذا ما هو الحل معهم؟ الحل أولا هؤلاء الآن صارت الشرعية لا تؤخذ من الأحزاب وإنما من الجماهير. يعني أنا أقول إذا استفتي الشارع في الجنوب، هذا كلام على مسؤوليتي وأرجو أن يعني أن يستفاد من مراكز قياس الرأي العام في هذا الأمر. أنا أقول إذا نزلنا للشارع في الجنوب وتم الاستفتاء على فك الارتباط، أتوقع أن 70% من الشارع يريدون فك الارتباط بما فيهم أبناء المحافظات الشمالية الذين يعني هذا أظن رأي شخصي أو جهد شخصي. الشارع تقول أنه نزلت للمحافظات الجنوب، الناس كده. في الناس هذه الأيام يعني يجتمعون ويتوحدوا وليس الانفصال القضية ليست. هل نعطي الحراك المسلح حجم كبير مقابل لا في الشارع؟ انا قلت لك قبل شويه نحن يعني عندما كان الحديث اليس الحل ايضا موجود في 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 المؤتمر الحوار الوطني؟ لماذا حتى من يريد الانفصال يحضر على في مؤتمر الحوار الوطني ويضع الانفصال الذي في الشارع ما اجمع عليه الشعب اليمني؟ نعم، صاحب البسطه في الشارع او الجاري لا يهم الحوار السياسي، هو يرى ان مصلحته قد تضررت. هذه اخطاء النظام السابق هي من اوصلت